تسبق المواعيد، والابتسامة اللي أحلى من السلام بالإيد، يا معانا في كل فرحة ومعركة وجديد. أمرني بحقوقي وهدوم الولاد في العيد، والمجانية ومراي البيضة والأناشيد. يا ما السفر والبريد، يا ما الأمل بدري، يا ما الغلابة تريد منشية البكري، ويا ما قلبك خفق من رحمته وضناه. كل الأهات شعب واحد يا حبيب الله، يا صادق العقل واكتاف الفوعلية، صدر الشهامة اللي أكبر منها حنية، يا قوة الشعب، يا قلب الوطن مسموع، يا رؤية الذاكرة، يا واحد الجماهير. صوتك نبع من نبات نادي وشرف وضمير، من ملحمة ومن دموع زي النهاردة كتير، واسمك يدور في المنارة خالد الإحساس. مين اللي أكبر، مقامك في قلوب الناس ولا مقامهم في قلبك؟ ابن الزعيم الخالد وابن مصر المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر. اليوم بعد انتصار ثورة 25 يناير على الظلم والطغيان، الحمد لله الذي أثبت، جاء هذا اليوم الذي أثبت فيه هذا الشعب كما كان يصف جمال عبد الناصر دائما أنه هو القائد وهو المعلم. لقد أثبت هذا الشعب أنه هو القائد وهو المعلم حين قام في 25 يناير ليفرض إرادته على الذين تصوروا أنهم يملكون إرادة هذا الشعب ويملكون كل شيء، مصير هذا الشعب وتعليمه وأولاده وكل شيء. ولازم نقف اليوم ونقدم تحية الإجلال لشهداء تلك الثورة العظيمة الذين رووا بدمائهم ودماء مصابي تلك الثورة، الذي كما قال زملائي الذين بدأوا من خالد سعيد ويمكن قبل خالد سعيد واستمروا إلى من أسبوع من 10 أيام، ذلك الدم الطاهر الذي سال على أرض مصر يجب أن نقف له بكل إجلال واحترام، ولازم نعاهده أننا لن نسيب حقه أبدا، ولازم ما قامت من أجله الثورة لازم أن يتحقق. تلك الثورة كما قال إخواني من قبل لم تقم علشان في الآخر يجي ناس يفرعونا ويجي ناس يصوروها إنها ثورة، قامت لشعب يدور عن هوية ويدور عن وجدان. احنا الشعب المصري اللي اخترع الهوية، احنا الشعب المصري اللي اول شعب امن بالوحدانية، احنا الشعب المصري اللي احتضن المسيح لما كان الطغيان في فلسطين جاء هنا ليجد السلامة في مصر، احنا الشعب المصري اللي كان الازهر هو منارة الاسلام،
احنا النهارده مش هيقول لنا ناس من ورا البحر الاحمر ومن غيره هيجي يقولوا لنا هويتنا ايه ويقولوا لنا ديننا ايه. احنا مصر بلد لها هويه وهتفضل الى ان تقوم الساعه. مصر دوله عربيه، دوله اسلاميه، رائده القاره الافريقيه، رائده العالم المتحضر، رائده الشعوب الحره. هذه هي مصر التي عشناها ونعيشها. اذا كنا مرينا بفتره نكسه فالنكسه عاده تكون فتره وبتمر، ولازم بعد كده نفتكر ونفتكر تاريخنا ونفتكر احنا كنا ايه. يا جماعه موضوع الثوره، احنا مصر كانت دايما فوق لما كانت الثوره مستمره. تعالوا نرجع بالتزهنا وبتاريخنا ورا شويه. من 60 سنه قام شباب احرار كشباب هذه الثوره العظيمه التي نعيش في رحابها الان. قام هؤلاء الشباب بثوره لتحقيق اراده هذا الشعب، كما قامت ثورة 25 يناير لفرض إرادة هذا الشعب. هؤلاء الشباب كانوا ثورة مستمرة. حين أخرجوا الإنجليز كانوا ثورة مستمرة. حين قرروا بناء السد العالي كانوا ثورة مستمرة. حين تحدوا العدوان الثلاثي ومؤامرة 56 اللي كلنا يمكن أبهاتكم وأجدادكم عاشوها كانوا ثورة مستمرة. وحين انتصرت إرادة هذا الشعب على قوى عظمى، انتصر بإيه؟ بثورته، بتلاحم الشعب جميعا بجميع طوائفه، بمسلمين بمسيحيين، احنا شعب واحد عنصر واحد. انا برفض كلمة عنصرين الأمة، هذه كلمة تفرقنا، هذه كلمة وضعها فينا أعداء الاستعمار. احنا عنصر واحد، منه المسلم ومنه المسيحي، نفس العنصر. قنابل الاعداء لما بتنزل علينا ما بتسالش اللي هتموته انت مسلم ولا مسيحي، يا نازله تموت المصري، نازله تموت حضارتنا. احنا هنقف وقفنا في 56 المسلم جنب المسيحي لنحقق اراده هذا الشعب، ونجحنا بان احنا ايه كنا ثوره مستمره. بعد كده بنينا السد العالي لاننا كنا ثوره مستمره. بنينا 1000 مصنع كنا ثوره مستمره. اتبنت وحده محليه فيها المدرسه والوحده في كل مكان، فيها المدرسه وفيها الوحده الصحيه وفيها النادي للناس، ده كان باننا ايه ثوره مستمره. التعليم اصبح حق لكل مواطن، تعليم جيد زي ما قال الدكتور، مصر كان فيها تعليم جيد. العالم احمد زويل تخرج من مدرسه من قرى دمنهور واصبح اكبر عالم في العالم. هذه مصر اللي احنا كنا عايزينها، ودي اللي احنا ولادنا عايزينها يعيشوها. عايزين يرجع تاني التعليم حق لكل مواطن، تعليم بالمجان وجيد، العلاج يكون حق لكل مواطن بالمجان وعلاج جيد. دي مصر ودي كانت ماشيه على طول لاننا كنا ثوره مستمره. اصبحنا كنا نقود العالم العربي والعالم الاسلامي، وكنا بنعرض شأن عدم الانحياز ومنظمه الافريقيه وكل هذه المنظمات، كنا ثوره مستمره. حتى لما هزمنا في 67 وحصلت هذه الهزيمة العسكرية القاسية، وقف الشعب المصري كله يرفض الهزيمة ويقول لا للهزيمة، ويقول إذا كانت سقطت قطعة من الأرض فإرادتنا لن تسقط أبدا، وبنى الجيش وانتصر في 73 لأنه كان ثورة مستمرة. دي مصر. وبعد حرب 73 لما جه الأمريكان وجه كيسنجر وقام سلموهم 99 من إرادتنا، قام من يقول أن 99% من الأوراق في إيد أمريكا وسلم إرادتنا لأمريكا. وقف الشعب في ثورة 18 و19 يناير 77 ليقول لا ويقول الثورة مستمرة. وبعد ذلك ايه اللي حصل؟ لازم نفتكر. بعد كده دخلنا في خديعه وفي هذا السلام المزعوم مع العدو الصهيوني، وان ده اللي هيجيب لنا الرخاء وده اللي هيجيب لنا خلاص، وان احنا كانت فلوسنا مستنزفه في الحروب وهذا هذه الاكاذيب وهذه الامور كلها. وكان ايه؟ النتيجه ايه؟ النتيجه ان احنا لما صدقنا هذه الكذبه الكبرى، هذه الكذبه، دخلنا في عملية خمول وبعدنا عن شعار الثورة المستمرة. حصل إيه؟ حصل إن مصر تاني ده
دب فيها الفساد، وانتشرت فيها الرشوة، وانتشر فيها المحسوبية، والثورة التي كانت نلعب بها الشعب المصري كله ابتدت يحتكرها فئة قليلة من مصاص دماء الشعوب من الحرمية واللصوص، وتحول كل شيء، ابتدى ينقلب المصري، ابتدى يحاول يترك البلد ويمشي، وابتدى يسيب البلد، والباقي في البلد هم الذين كبسين على قلبها وبينهبوا أولا. يا جماعة احنا بلد غنية جدا جدا. احنا مصر لما قعدت ما كانتش بتتسرق وبتتنهب في 18 سنة يعني بشهادة العدو قبل الصديق، احنا ما سرقناش واتهمنا فيها. تجروا احنا عملنا فيها ايه؟ عملنا مدرسة في كل قرية، وعملنا مستشفى في كل قرية. مصر كلها كانت بتتعلم أحسن تعليم. إخواننا العرب كانوا بييجوا يتعلموا معانا. بنينا السد العالي، بنينا 1000 مصنع. على فكرة يعني في إحصائية بسيطة جدا، قناة السويس من يوم ما اتأممت لغاية النهاردة دخلت 73 مليار دولار. في 1 مليار دخل مصر لما ما كناش بنتسرق، بنينا بيه السد العالي. في 72 مليار تانيين دخلوا ما نعرفش عنهم حاجه. ليه؟ لان دخلوا في الوقت اللي كانت الثوره فيه مش مستمره. اخواني، ثوره 25 يناير قامت لتبقى، قامت لتفرض اراده هذا الشعب، واراده هذا الشعب لن تستمر الا بالثوره، ولن تفرض الا بالثوره. ولازم دي اللي الثورة المستمرة هي اللي هتخلي الحرمية ما يسرقوناش تاني. الثورة المستمرة هي اللي هتحط الفاسدين وراء القضبان. الثورة المستمرة هي اللي هتخلينا في كل مكان عيننا هتبقى موجودة فيه. يا اخواني، احنا بلد دايما مستهدف، وبلد كله طمعان فيه، وشعبنا لازم يبقى صاحي. وانا متأكد هذا الشعب الذي كان يتعلم منه جمال عبد الناصر، وكان دائما يصفه انه هو القائد وهو المعلم، هذا الشعب سيثبت للجميع انه الثوره مستمره، وانه سيبقى حتى تحقق الثوره اهدافها. اهدافها على فكره ما هياش عيش وحريه وعداله اجتماعيه وكرامه انسانيه، اهدافها اكتر من كده بكتير. دي الاهداف الاساسيه، وبعد كده لازم الثوره تفضل مستمره حتى نعلو بمصر فوق، نرجع مصر ترجع دوله عظمى تقود العالم كما كانت تقود قبل هذا. مصر هي رائدة العالم العربي، مصر هي منارة الإسلام، مصر هي رائدة أفريقيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازم كلنا نروح بعد بكرة نقول الثورة مستمرة، وندي صوتنا للثورة مستمرة، وبعديها لازم الثورة تفضل مستمرة. وشكرا. فعلا مين اللي أكبر مآمك في قلوب الناس ولا مآمهم في قلوبهم؟ جاءنا الأخوة، تفضلوا بالجلوس، لازال أمامنا الكلمة الأساسية. اتحاد الشباب بقرية نقيطة وسلكة ولجنة شباب المستقبل بالدنابي يؤيدون الثورة. اتحاد شباب بالدين يؤيد الثورة. أرجو من الشباب أن يتطوعوا في هذه الخيمة، لأننا نحتاج إلى مندوبين للثورة مستمرة. من عينينا وبإيدينا نؤيد قائمة الثورة.